أنا اتبهدلت قوي يا جماعة. المهم إن أنت بخير، احكي لنا بس، يعني إحنا مش فاهمين إيه اللي حصل معاك، وإزاي ما متش ومصر كلها شافتك بتتقطع، فهمنا والنبي. هفهمكم كل حاجة. يا صحيح، صدق اللي قال مصر أم العجايب. بعد ما هربت من الناس اللي كانت فاكراني سلعوة، رحت استخبيت ورا صخرة كبيرة في كورنيش المقطم. قلت مستحيل حد حيوصل لي هنا. وفي يوم مش قادر، الله يخرب بيت الشتا وسنينه. مية ابن شادر، ده أكيد حد بيصنع متفجرات. أرحمكم الله يا نجم، تعالى. حمادة يا ما جاب الغراب لامه في عيد الام يا واد. ايش فهمك انت بس يا امه في الحيوانات؟ بكره هاخده ادربه واشرسه. ها وحات امي وحات ام حمادة ازيه لكون معلم المنطقه دي الادب. ها عشان مش كل شويه عيل تف يفتح قرني، ومش كل شويه اروح اخلط حته في وشي. ها طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده، انا نازله عايز حاجه. اي حد تابليه في المنطقه اما قولي له حاجه واحده بس، استلقى وعدك من حماده ازيه. بص بقى حلاوه المولد، زبدة كاكاو حيوانات العالم، هتمشي حلو معايا هديك العقد بتاعك ده. خلاص يابا تمام، وهشوف لك مصلحه ترجعك بلدك. هتسوق العوجان معايا، هبيعك للكبابجي اللي على اول شارعنا، وهو يطلع منك مصلحته، يطلع منك بقى حته نيفه، صباعين كفته، شويه سجق بلدي، كبد على شويه رز بالخلط. يعني هسيبه رجلشك. قلت ايه؟ هتسمع الكلام ولا وديك كبابجي السلام؟ حلوه. انا ما خفتش من الكبابجي. هو صحيح أنا استغربت إنكوا في مصر ممكن تاكلوا لحم ثعالب، بس الحقيقة أنا كنت خايف على قلادة المحارب العظيم. دي حاجة لا يمكن تتعوض، ولا ينفع الواحد يضحي بيها وأزية خدها من رقبتي في لحظة غدر. كمان صدقت إن أزية هيعرف يصفرني، فسمعت كلامه. موافق موافق يا أزية. إيه ده؟ إيه الوحش اللي مع الواد أزية ده؟ اخلع، الواد أزية ده مجنون وهيطلقوا علينا. سمعت النهارده في اذاعه ميجي ايز اف ام خبر بيقول يا منطقه انهم حللوا للمنطقه كلها، والتحاليل طلعت الحمد لله. واحب ابشركم ان المنطقه كلها طلعت حامل يا بشر، حامل بستات برجالتها بهايمها. ألف مبروك ألف مبروك يا منطقة. زغرات يا أم خالد. نيمو ولا مش نيمو دي سمكة أصلا؟ يعني هو ده اللي مزعلك؟ اجري بينا اجري بينا يلا. كده بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم يا منطقة. يا منطقة ما فيهاش راجل، وربنا منطقة ما فيهاش راجل، وكل واحد هيرجع له القلم بتاعه قلمين.
بس ابتدي بمين؟ ابتدي بمين؟ مالك هلا ازاي فتح علينا زرق دلالة؟ اقفل على البكابورت ده، المنطقة مش ناقصة تلوثات. ده كان زمان موضوع يالا ازاي ده. لا حاسب دلوقتي اسمي يالا يا معلم ازاي. خش محلك واقفل على نفسك بدل ما سيب الكلب يفطر بفخدك الحلوين دول. صحاح الكلب ما يتحماش غير في كلب زيه. وراك حاجة النهاردة بالليلة؟ لا شمعنا؟ عشان تصر في بيتكم وتلبس اسود تاخد عزا الكلب بتاعك ياض يا ابني. قديبوا انيمو ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ادو خلي طالع منك جهالة. انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينة يا صغير. اول ما ازية قال لي قدبه جريت على زنجيرة، جريت عليه، مسكني من رقبتي، ضغط على رقبتي قوي. انا ما كنتش ناوي اعض زنجيرة، بس لما مسك رقبتي وخنقني اضطريت اعضه عشان يحوش ايده اللي كانت هتكتب نفسي. اطلبوا له الاسعاف، اطلبوا له الاسعاف بسرعة، اطلبوا له الاسعاف. على الله بقى حد فيكم ينسى نفسه هو بيتعامل مع حمادة ازاي. الحريم تحترم نفسها، اما رجالة المنطقة فان شاء الله كلهم هيلبسوا طرح وحيلبسوها عن اقتناع. وسمعني بقى سلامة حجبتي، برافو عليك. يلا حجبتي برافو عليكي، ايوة كده يا ربنا يهديكي. فضلت عايش تحت رحمة ازية مستنيه يوفي بوعده من غير فايدة. يوفي بوعده ازاي؟ ده انت كنز بالنسبة له يا عم، ده انت عملت له قيمة في المنطقة كلها. بس حكي لنا ايه اللي حصل بعد كده. المواضيع اتطورت قوي. يعني انت عايز ايه يا زرجينة انت واللمة بتاعتك دي؟ تقبضوا لنا على الكلب يا باشا. يا ابني هو احنا فاضيين للكلب بتاعكو ده؟ احنا عندنا كلاب تانية اخطر مغلبانة. اقولك اعملوا محضر. محضر يا باشا صباح الفل. احنا عملنا محضر ونيابة وبقت قضية عام مستديمة، بس لسه ما خدناش حكم، وعلى بال ما ناخد حكم هيكون نص رجالة الحتة يا تاكلوا يا اما ما ينفعوش بقرش اهو. ولا سيد تعال وري الباشا الكلب عضك فين. ماله ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، غطي يا سيد غطي. وده عضك ده ليه؟ كنا عاملين له كمان يا باشا، وكنا خلاص هنذبحه، وسيد مسك راس الكلب بين رجليه علشان نقفش رقبته، راح عامل عملته وقام هوب لافف قام ارمه من. بصوا مفيش غير الراجل عضو مجلس الشعب بتاعكم هو اللي يحل الاشكال ده. انت يا ابو جهل انت افهم. سباشا سيد بيه وقف معوج واتكلم عدل، اتكلم كويس، لخلي نيمو يعدك في الحصانة بتاعتك. افهم يلا، انت عليك قضية دلوقتي هتاخد لك فيها 3 سنين، هتخرج هيكون الكلب ده سرح ولا اتخطف، وهتبقى انت في الهوا ورور كده، والمنطقة هتقطعك لانشون رفيع. اصطلح واشتري نفسك. يعني سعادتك شايف كده؟ بص، عشان يتنازلوا عن القضية يا تدفع لهم 50,000 جنيه يا تديهم الكلب ده يذبحوه ويريحوا الناس من شره. دي اللحظة اللي فكرت اهرب فيها فورا، بلا قلادة بلا سفر، انفد بجلدي واجري بعيد عن المجانين دول. بس لسه بفكر اعمل كده حصلت المصيبة. وأنا موافق، يذبحوه يا باشا. وحصل المشهد اللي شفتوه في التلفزيون ده، بعد الناس ما خلصت ومشيت وسابوني مرمي، طلع الولد الطيب سيحة ده وسحبني هو وكله على بيتهم وعالجوني وخبوني. جدع سيحة،
اهو انت ولد مصر بجد وعندك قلب ورحمة اكتر من كل الناس اللي جت سيرتها دي. وانا يا عم هنيدي. انت ايه؟ انت عايز تقلبني في 500 جنيه عشان تطلع مني بمصلحة؟ يعني حياة صاحبكم دي ما تسواش الملاليم اللي انا طلبتها؟ اروح عندها ازاي يعني؟ لا يا عم احنا اسفين، احنا على اتفاقنا كله، وهدي لك المبلغ ونخلع بالمعلم رشدان. اتفاق ايه؟ الاتفاق اتغير. ليه ان شاء الله؟ المبلغ اللي اتفقنا عليه للتصوير، بس بدلها تاخده وتمشي يبقى عايزين باك ومقفول. ايه؟ وترادي الواد سيحة. سيحة يترادى طبعا، كفاية انه عالجه واكله وشربه وخباه، ده ولد مفيش زيه، يتشال فوق الراس. عايز كام يا سيحة؟ 5 بواك. ايه؟ ليه يا عم؟ القلادة، أحمدك يا الله.